السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في توقعات سباق الكانتي اللي غيكون يوم الأحد في الأوتيل بري دي بريزيدون دو لا ريبوبليك. كاتريام كونس غيكون في الجروب تروا، يعني الخيول غادا تكون خيول قوية، خيول من مستوى ربما كما كي مستوى الثالث، يعني عندها واحد الكارير اللي هو مزيان. غيشاركوا لنا في هذا البري ديال المسافة ديالو، غتكون 4700 متر وغتكون في ستيبل شيس، ريفيرونس ديال 5 + 5 + 7، يعني ريفيرونس غتكون قوية. ماشي خيول ديال الجروب 1 او الجروب 2، هادو خيول ديال الجروب 3. اول عود غيكون الغارديان دي بي لانيست شوفياغ، غانيو ميرالغو، عود لي ديال دانيال لاميل. المهم كاينين 17 ديال الخيول الاخوان، 17 عاود. شحال قدك منو يا غنو، شحال قدك تنقص؟ على كل حال الكانتي ديال اليوم جابوه مشحر 8 مليون او 9 مليون ديزوردر، وهذا هو الكانتي اللي تنقلب عليه، ولكن كان خاصني فيها الكاتورس لان صعب الكاتورز اللي كان خاصني انا في مهم بونيسات الطروة وصافي. كان عندي زي 7 6 لان الساتيام والسيزيام ديال فرانش شوفها كتير في الطروة، ولكن 14 هو اللي درت بلاصتو الكنز، وخا الكنز كان مشى من خيول اللي بعيدة في الكوطاج اختاريت الكنز. يجي واحد غيقول لي يا راني كان لا راه ما كاينش القوالب، ما كاينش. شوف فينا هو الجوج، بان لك الجوج كيجري، بان لك السيس تيجري. نقولوا الات قاتل بوزيسيون ديالو ما عطاتوش، ما كملش النافع عاوتاني، ولكن راه كلشي راه من اللي كيبغي يضربوها سمكة راه كيضربوها سمكة. بغي يجيبوا لك فربليش راه غيجيبوا لك بربليش، هادشي اللي حيت انا البارح تنقرا في لي كومونتير كنلقى بنادم هذاك داكشي اللي قتلتي غنلعبو في لاباس. يعني شنو قتلت؟ 6 جوج تقريبا هي الفافوريه اللي تنظن ان كلشي كان تيطبل بديك 6 جوج. انا كنت نطبل ببعض الخويا، ولكن راه باش تإليميني وي تشوفو تلعب 8 الخيل تلعب فيهم 6 على 2، هنا اخوان تيولي الفرق. 6 جوج ما حطيتهاش والله اخوتي، ما لعبت 6 جوج وطاحوا لي بونيسات طروا، لان لو كان الكاتورز كان يطيح الديزوردر. لو كان ثقت في الكاتورز اليكسيس كولي كان يطيح الديزوردر. الناس الكنز كان مشى ب 100 وزياده، والكاتورز كان مشى ب 80، واختاريت الكنز على الكاتورز. فويغو دو مورتي، ولو ان هاد العود اتونتيست، هاد الكنز اتونتيست، تيبغي المسافة الطويلة. معليش بنادم كان وصل بنادم الميساج وصافي، بنادم راه عاد ولا كيلعب. كاين شي نوع اللي تيبغي يبقى يتجابد جابد، راه عاد بديتي كتلعب. اللي قتلتيهم غنديرهم في لاباز، غنديرهم في لاباز تخلص. نقولوا السايز راه هز من لاريب، يعني السايز كان هو اللي غيربح الكورس. بوزيسيون ديالو ساعداتو، ولكن ديسكاليفي. معليش تيقول لي واحد العقل، قسما بالله تيقول لي واحد العقل، هضر على الفافوري ورجع اللور وتولي محبوب، يعني الفافوري ورجع اللور، وقول لهم اطونسيو من هذا ومن هذا ومن هذا.
ولكن الخاطر ديالي ما كيخلينيش صراحة. الخاطر ديالي تنبغي نبارطاجي معاكم التحليل ديالي. التحليل ديالي يجي واحد يقول لك هذاك اللي قتلتيهم غنديرهم في لاباس، باينة انت من داك النوع اللي سيدي فرفر سيدي فرفر. على كل حال الاخوان، هذا يدل على ان كل ما هو يتعلق بالسباقات الفرنسية كلها تمثيلية وكلها مسرحية. ياك السيس هو اللي ربحهم، فينا هو السيس؟ وياك الجوج هو اللي ربحهم في الفانسن. نقدروا نقولوا السيز دار الخطأ، والكاتورز راه دار معاهم كاتريام وعاود كاتريام، ولكن كنهضروا على البياج. لان كان دائما كنقولها ما ديطاييوش لي فافوري، بغي ديطايي ديطايي الطوكار، ديطايي الاوت سايدر ديال لاكوس. 9 المليون هذا لا قلتي ديزوردر ديزوردر اللي عايش ده ديزورد ديزورد. هاش الناس كيهلو بالجوج بزاف، والجوج دخل بربعة. الكانتي اللي كان دار بيه طروازيان في الأونكان كان مشى بربعة فاصلة ثلاثة، شناه؟ وعلاش اليوم كان غادي بتسعود فاصلة تسعود؟ الكوطاج كتلعب تما، يعني ديك لانين ما غاتجيش كاملة. على كل حال ما تنبغيش نبقى نهضر، باش نبارطاجي داكشي كامل اللي عندي. طاحوا لي بونيسات طروا وصافي. على كل حال، بالنسبة لكانتي ديال غدا الخوت راه من احسن الخيول، من احسن لي زونترينور، ولكن غتقدر تكون فيه الدقة. انا غتبارطاجي معكم اخوتي اللي عندي، واللي ما عنده شي عود يعيدو. سيرات الحفلة الإخوان. على كل حال، بالنسبة للدو سيركات أو للفافوري ديال لاكورس، الدو سيركات ما حطيتهاش دائما تنساها. كاين 10 وكاين 7. دانيال لاميل عنده 10 جوج، والسبعة ديال أرنون شايلي شايلي اللي عنده بزاف ديال الخيل. باساج اوبليجي كاين 10 11، و نون سيتي فيها 4 8 13 12، 4 8 13 12. اشك في 4 13، ربما 4 13 غدا اذا كان يطلع لي شي نون سيتي 4 13 من الخيول الانجليزيه الاصيله. اتوقع منهم الكثير غدا 4 13. بالنسبة لرقم 8، ربما هذا العود هو سانت رومان ديربي، هذا عود يا فابريس فوشر توماس بوغان، غادي يكون من الخيول اللي غادي تقدر تقدرهم. 4700 العام اللي داز دار فيها أريطي، وكان دخل في البيناليزاسيون قبل ما يجري في ديك الكورسة، وجرى معاهم مؤخرا ودار أريطي. بالنسبة لسيليكسيون ديالي عندي 10 5 16 14، زائد لي نون سيتي، يا عود يا جوج يا ثلاثة يا أربعة. شحال واحد غيسولني على بعض الخيول، مثلا كبحال الخمسة كبحال العشرة ستة فينكر ديال أرنو شايلي شايلي جوابل، ودي سات هاري كونتي تا هو راه جوابل، ولكن هذا هو اللي ممكن سيمانة ديال البياج. البارح اللي جابوا لينا دوك الجوج، ستة واحد جابوها البارح ويجيبوها اليوم. سايت رومان دو ديربي هو الويت، والهازار دو بريون جيمس ريفيلي هو الدوز، والكابيتان سبايكينغ هو التريز، والكات هو المارفل دو سيرسي كيف النابت. كيف النابت من الخيول الإنجليزية، هو التريز من الخيول الإنجليزية، والمسافة كيلعبوا فيها زوين. كل ما كانت المسافة طويلة في الخيول الإنجليزية كدير لها بلاص. هذا ما كان خوتي ب
بالنسبة لديلوناي عنده 16 وعنده 17. اختاريت باتمان دي بوغاج. باتمان دي بوغاج هو اللي اختاريته، ما اختاريتش الهاري كونتي. العود لي اتونتيست، و اتونتيست راه ممكن تجي معاه. مارتي رولون اختاريت منه ال 14. فينكر هو شايلي شايلي عنده 6. فانتاستيك سيفورا شايلي شايلي عنده 3. ارنولد شايلي شايلي 3 خيول ديال شايلي شايلي، وعنده شاولي 4 ديال الخيول ديال شايلي شايلي ما اختاريتهمش. ممكن اخوتي اللي تايقف شي عود من هادو يختارهم، لان عاطيني 10 و 7 راه عود واحد ولا حتى عود. اللي كيلاقي سيدي فرفر راه سيدي فرفر. ها هما 5 10 6. اختاريت 10، اختاريت 14 وحبست تما. هنايا اختاريت سيدي 16 باتمان دي بوغاج مارفيل دو سيرسي، واختاريت سانت رومان دو ديربي رقم 8، واختاريت هازار دي بريون رقم 12، واخر عود هو الكابيتان سبايكينغ. هذا من اخطر الخيول، ولو انه دار معاهم تقريبا عنده شي مشاكل ديال التوقف. هاد العود كان رونطري وجمع جرى في الدور طال في البريباراسيون، وعنده الكانسور مير، وعنده 4000 2023 شهر 10. اش كان دار لينا هاد العود؟ كان من بين الخيول الفافورية، وكان تغلب على فانفارون سبيسيال ربما الكينز، ودار اريطي. كانوا داروا اريطي الجوج في الجروب 3 في مونتغومري، بري دي مونتغومري في ريفيرونس 6. هادشي اللي كاين اخوتي بالنسبة للكات. هو عود يعني هاد العود راه يستحق الاخوان. هو قيل هو اللي كان يربحهم في 2000 في البري دو بريزيدون مونتغومري، هنا في دار طومبي. كان دار طومبي ب 16 160 كيلو، عنده 66. ربما هاد العود هو اللي يقدر يضربهم، اتوقع منه الكثير. يعني هو ملتصى الحمراء، يعني عود الو عود الو. هو هذا ما عرفتش وقتاش طاح هذا العود، طاح في النص ديال الطريق. المهم خوتي تريزر اخوان كيبان ليا لوجيك، الكات هو كيبان ليا لوجيك. مارفيل دو سي سي عود انجليزي. الخيول الانجليزيه غير يلعبها في لا ديستونس طويله، تخافش في الكانسر من 4650 مليون رونطري. وكان ضربهم غانيون فافوري، ولو ان الكاتيجوري راها جروب 3 كونديسيون. غانيون مع ديال ميكائيل سيرور، وكان مشى من بين خيول فافورية خوتي. هادشي اللي عطا الله بالنسبة ل فرانشو فالتيف. غادي نصايبها لكم ونحطوها. المهم البونيس طروا تقريبا شي 350 درهم. كاين الدراري اللي لعبوها في 8 ديال الخيل، عطاتهم ديك 3500 درهم. عندي 7 وعندي 3. المهم هذا ما كان. كاين اللي نقص مثلا نقص شي عود، راه غادي راه غادي يتخلص في ديك بونيس تروا. هذا ما كان. وكان الدراري يلعبوا حتى التيرسي وطيحوا التيرسي. هذا ما كان. دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة. وبالنسبة لهاد صحاب التعاليق، انا ما عندكم ما تفوروا. لكتي معلم دير قناة اخويا وهضر على راسك وهضر، وجبد لهم جبد لهم تغير الفافوري، حط لهم 8 ديال الخيل ديال الفافوري. انت تشوف بزاف ديال لي كومونتير خاوي داوي خاوي، وباش يعجبك حقاو الواد هذاك اللي قتلت يوم غنديرهم في لاباز. لا اله الا محمد رسول الله. تحياتي لكم خوتي، أعانكم الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.